كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبتدي نظبط الفرامل مع بعض. بالنسبه للفرامل لازم لما تيجي تشتغل فيها، لو اشتغلت من عندك من هنا هيبقى في مسافه ما بينك وما بين الفرامل كبيره، ولما تيجي تحرك هيبقى انت قريب للطاره والاجزاء المتحركه بتاعت السنسير، فما ينفعش انك تتحرك من هنا. هنبتدي ان احنا نظبط نفسنا في المكان اللي ما فيهوش اطاره، علشان المكنه لما تيجي تتحرك يبقى انت شغال حر، لان انت هتحتاج تحركها وانت شغال. بالنسبه لموضوع الفرامل هنفهم المسامير بتاعتها وهنفهم بتتظبط ازاي. شغل صوت الفرامل كده بالنسبه لنا عادي، المفروض ان الفرامل ما يبقاش ليها صوت بالطريقه دي، علشان خاطر ان الناس السكان بتوع الدور الاخير بيعانوا من موضوع الصوت العالي. وفي نفس الوقت الفرامل لما بتفتح كتير او لما بتفتح جامد، في حاله ان هي تيجي تقفل بيحصل فيها تاكل بالنسبه لكتير الفرامل. المفروض ان انا بالنسبه لي مطلوب مني ان انا افهم هشتغل في ايه، وافهم ايه المطلوب علشان تتظبط. المسمار اللي فوق هنا، المسمار دوت بيتحكم في بعد كتير الفرامل عن الطنبور. المسمار اللي هنا دوت بيتحكم في الضغطه بتاعه الفرامل او تير الفرامل على الطنبور علشان تقفل، بمعنى اصح ان الحركه دي والفرامل مقفوله المفروض ان هي ما تبقاش كده. المفروض ان انا لو الاسانسير واقف ما يبقاش فيه عندي اي حركه خالص بالنسبه للطاره. يبقى اول حاجه هعملها ان انا هفك الكوندر. المسمار اللي فوق فيه مسمار وصامولة، اشتغل بالعده المطلوبه ليها. ما ينفعش اشتغل ببنز، ما ينفعش اشتغل بكلابه، ما ينفعش اشتغل بمفتاح انجليزي او مفتاح فرنساوي. هو ممكن اقرب حاجه نقدر نشتغل بيها لو معيش المفتاح المطلوب هيبقى المفتاح الفرنساوي، انما لازم يبقى معايا مفتاحين من نفس المقاس، علشان في عندي مسمار وفي كونتر. هنبتدي اول حاجه نفك الكونتر بتاع المسمار، مسمار المقاس. المفروض ان انا ابعد المسمار خالص لدرجه ان هو لما يفتح الفرامل ما يبقاش داخل معايا، وبعد كده ابتدي احرك في اتجاه ان انا ادخل المسمار جوه، بحيث ان هو يديني المسافه، يكبر لي المسافه بتاعت الفتح كده. شغل، خلي دايس كده، مفيش تاتش. سيبه، المفروض اهوي كمان سنه، ماشي كده، في تاتش كده، في تاتش. سيب، ادخل المسمار كمان سنه بحيث ان هو ما يبقاش فيه تاتش. لما باجي بشتغل على المسمار كان هو ساعه، الساعه بتاعتي بحركها واحد ساعه واحده بس، ما بحركهاش يعني ما باخدهاش راوند كامل، ما باخدهاش لفه كامله. اللفه الكامله معايا على المسمار 13 هيعمل معايا تقريبا في حدود ملي ملي وشويه. المفروض ان الفرامل لما تبقى مفتوحه بيبقى الفرق ما بينها وما بين الطنبور يا دوبك ان هي تحرر، مش ان هي تبقى بعيده عني، او يعني تبقى بعيده خالص. مش مطلوب ابدا البعد، مطلوب ان هي تبقى محرره بس. فالفرق المسافه المطلوبه بالنسبه لك هو ملي، ان هي تبقى محرره، مش مطلوب ان هي تفتح مسافه كبيره. مش الموضوع مش محتاج ان المسافه تبقى كبيره، علشان البوبينه الفرامل ما يبقاش عليها حمل كبير، تاخد عزمها وهي بتفتح تبتدي ان هي تتضغط في اخر ملي. فده بالنسبه لها هيبقى كافي قوي ان الفرامل معاك تبتدي ان هي تدفى، انما ما تسخنش في الوضع الطبيعي بتاع مكان الشغل الاسانسير لما يشتغل، ان الفرامل معاك بتبقى دافيه، انما لو انا ضاغط عليها الفرامل هتسخن، تبتدي ملفاتها تتحمص تتحرق. طيب حرك كده، انا لسه في عندي في تاتش موجود، هبتدي ادخل المسمار سنه لغايه ما التاتش ده يروح معايا خالص كده. التاتش معايا، مفيش تاتش خالص. سيب، يبقى همسك راس المسمار وهبتدي ان انا اكنتر كده. راس المسمار همسكها بمفتاح نفس المقاس علشان المسمار ما يلفش معايا، انما بالنسبه للكونتر، الكونتر انا لازم اشتغل معاه بمفتاح يقدر ان هو يجيبه من غير ما يعمل لي مشاكل. يعني ما ينفعش ان انا اشتغل باثنين سبيشال، لان الاثنين اللقمتين مش هينفعوا يشتغلوا معايا. يبقى انا كده اربط واكنتر تمام، وابتدي ان انا اجرب تاني كده. انا ما عنديش تاتش، سيب، المفروض ان انا اظبط الفرد التانية. يبقى اول حاجه هعملها ان انا هفك الكونتر، وبعد كده هرجع المسمار بره
خالص لغايه ما يطلع معايا يحرر لي السوسته دي نهائي، يعني كده المفتاح تقريبا معدي فيها. هبتدي ادخله لغايه ما يلمس معايا الاكس وادخل جوه شويه نص لفه. نجرب كده مفيش. طيب اطلع تاني المسمار سنه كده مفيش تاتش. ماشي اطلع تاني سنه كمان 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 كده في تاتش معايا. يبقى انا ادخل المسمار ربع لفه او اقل من ربع لفه. اجرب تاني كده مفيش عندي تاتش خالص، والصوت الفرامل معانا ظهر ان مفيش عندي صوت جامد علشان خاطر مفيش عندي مشاكل بالنسبة في مسألة فتح الفرامل. طيب ده كده بالنسبة للمسمار بتاع مسمار المقاس. يبقى أول حاجة كده معانا إن الفرامل نفسها لما تيجي تفتح ما تفتحش مسافة كبيرة، وده بنتحكم فيه من المسمارين دول. المسمارين التانيين اللي هم اللي هنا دول في مكان زي مونتناري بيبقى في مقاس للمسمار اللي فوق ومقاس للمسمار اللي تحت، وفي مكان عندي بيبقى المسمار اللي فوق إلين، المسمار اللي تحت بيبقى جويد، ان هو مسمار باتنين صامولة. المكان اللي عندي الستاندر بتاعها هو مسمار داخل مربوط في الجسم بتاع الفرامل، بس الكونتر بتاعه هيبقى في جسم الفرامل نفسه لان راس المسمار هي اللي من هنا. المفروض ان انا قبل ما اشتغل فيها اهوي الكونتر اللي موجود جوه، وبعد كده ابتدي ان انا الف المسمار علشان يضغط لي السوسته بتاعتي. ضغطة السوسته بتاعتي هي دي المتحكمه في الحركه بتاعت الاسانسير وهو واقف. يبقى اول حاجه هعملها ان انا افك الصاموله بتاعت الكونتر. هبعدها شويه عشان خاطر اقدر ان انا ادخل المسمار بتاعي كويس. هديها لفه جرب سيب هديها كمان لفه. يبقى كده انا هنا عملت لفتين، هدي نفس اللفتين دول الناحيه الثانيه علشان يبقوا نفس القوه بتاعتي. المفروض ان اي مكنه بينزل فيها المسمارين دول بيبقى المسمارين دول يعني السوست بتاعتهم ستاندر واحد، يعني نفس الضغطه دي هي نفس الضغطه ديت، وبيبقى البوبينه بتاعتنا الاثنين واحد، يعني نفس البوبينه اللي هنا نفس البوبينه اللي هنا او نفس القوه بتاعتها. فانا هظبط المسافه بتاعه ضغطه السوسته ديت، كل ما هضغط كل ما السوسته نفسها بتتضغط جوه هنا شويه بيبقى ليها شكل جوه شويه. المفروض ان انا هظبط الجزء دوت نفس الشكل ده. انا من هنا عملت اثنين، طبعا هعمل من هنا لفتين، دي نص لفه بالنسبه لي. ادي كده لفه كامله، ده كده اللفه الثانيه بالنسبه لي. هنجرب كده كمان كمان. انا في عندي الفرده ديت فيها سنه تاتش، المفروض ان ما يبقاش في عندي تاتش خالص، بس المفروض كمان ان انا احافظ على المسافه ما تبقاش فتحه كبيره. جرب كده ما فيش عندي تاتش خالص. خليك كده خليك قافل كده. الفرامل عندي مسكت شويه زياده، هديلها من هنا ربع لفة، ومن هنا هديلها نفس الربع لفة كده. المقاس ده عندي نفس المقاس دوت. المفروض ان انا كده هجرب على المقفول، مش هتعمل معايا حاجة. افتح كده مفيش عندي تاتش خالص موجود عندي. افتح واقفل كام مرة. ده الصوت بتاع الفرامل المطول، لو رجعت الفيديو هتلاقي فيه صوت اختلف خالص كده. انت لو بره غرفه المحرك مش هتسمع صوتها خالص، ولو انت قدرت تظبط اكتر من كده او الريجلاج بتاعك كان اقل من كده هتلاقي ان مفيش صوت. بس اهم حاجه عندك ان ما يبقاش فيه ان هي لما تفتح الفرامل تبقى محرره. يعني انا لو قللت المسافه عن كده من هنا ومن هنا هيبقى صوت الفرامل قليل، وهحاول ان انا احافظ عليها من غير تاتش خالص. طبعا عشان المكنه جديده بالنسبه لي ففي اتربه هي اللي بتعمل لي التاتش، انما بمجرد ان المكنه بتشتغل هبتدي ان انا هظبطها تاني او هقلل المسافه دي تاني. هوصل لمرحله ان مفيش عندي صوت يبقى موجود للفرامل، باقي الاجزاء متحركه، انما بالنسبه للقفله بتاعتها اقل من الميدي
هيبقى بالنسبه لي الموضوع ما فيش اي مشكله خالص، ومش هيبقى لي صوت. جربنا كده، نحاول ان احنا نحط الصوت بتاع الفيديو الاولاني بدايه الفيديو، هتلاقيه موجود مكمل معاك دلوقتي كده. تقدر ان انت تقدر تفهم الفرق ما بين ده وما بين ده، وان شاء الله باذن الله هنبتدي ان احنا نشغل المكن مع بعض، وهنعرف قبل ما ندور المكن المفروض ايه اللي يحصل في الفيديوهات اللي جايه.